يخص عليكي، انت مش بتحبيني زي ما بحبك ولا ايه؟ ايوه بس عموما انا عارف انك قلقانه ومش هتطمني غير لما ازوركم في البيت، بس انا قلت لوالدتي عليك. بجد؟ طبعا، وهي نفسها تشوفك، بس احنا مش قاعدين في الفيلا اليومين دول عشان بتتوضب، احنا قاعدين في شقة كده متواضعة يعني. طب وماله؟ يعني ما عندكيش مانع تيجي تزورينا بكرة بالليل عشان والدتي تشوفك؟ هي نفسها تتعرف عليك، بس هي ست كبيرة وما بتقدرش تخرج. ايوه بس اجي ازوركم بسرعة دي؟ انتي لو تعرفي انا مستعجل قد ايه. خلاص اتفقنا. ما قلتليش بقى، تحبي تعيشي معنا في الفيلا ولا نجيب شقة لوحدينا؟ اللي يريحك انا موافقة عليه. طب انا هلاقي حد جميل كده زيك فين؟ طب اشرب بقى عشان انا اتأخرت كده ولازم اروح. امري لله. اهدي يا نهلة، اهدي يا حبيبتي وما تعمليش في نفسك كده. اهدى ازاي بس يا رفض بعد اللي قلته لك؟ ما هو الكلام ده اكيد مش حقيقي. ثم ايه اللي سكت الست دي السنين دي كلها وترجع تيجي تقولك الكلام ده؟ انا مش قادر اصدق، اكيد في حد عايز يبوظ حياتك. وهي ايه مصلحتها في كده؟ ان كان علي انا ما اعرفش. انا لازم اتاكد. شوف يا نهلة، انا عندي شغل في فرع شركه هناك في الاقصر جنب النجع اللي عايش فيها احمد. هكلف مدير الفرع هناك يشوف ايه حكايه الموضوع ده بالظبط، واول ما يوصل لاي حاجه هبلغك على طول. هو انا لسه عندي اعصاب للكلام ده كله؟ انا هسافر معاك، انا لازم اوصل للحقيقه. احسن حاجه ان انا اروح لاحمد واساله على طول. اهدي يا نهله، ومش عايزين اي تسرع في التفكير علشان ما ترجعيش تندمي على اي حاجه. شوف يا حبيبتي، انا كل اللي انا طالبه منك دلوقتي انك تفكري في بيتك، في حياتك، في جوزك وفي بنتك. انا مش قادر افكر في اي حاجه في الدنيا غير الموضوع ده وبس. يا عم دول هما ساعتين، ساعتين زي يوم، هما 300 جنيه يعني 300 جنيه. يا ساتر عليك يا اخي، هتفضل لو لي دراع كده امسك. اتفضلي اتفضلي. انت لسه هنا؟ عد الفلوس يا عم. عد بره. السلامه دار امان. يلا يلا. اهلا اهلا اهلا. ازاي؟ امال طنط فين؟ طنط موجوده طبعا، موجوده. اتفضلي اتفضلي. لو سمحت يا فكري، ما بحبش كده. لا، واحنا نفضل مكسوفين كده على طول ولا ايه؟ لو طنط موجودة أنا دي هسلم عليها، لو مش موجودة خليني أمشي. لا موجودة موجودة، بس تعالي اطلع لها فوق. لا أنا مش هطلع في حتة، سيبني أمشي لو سمحت. ويقول عليكي برضه، تزعلي أمي. لو سمحت خليني أمشي بالسوق. جرايا يا بت، أنت عايز تفهميني إني جاية هنا ومش عارفة أنت جاية هنا ليه؟ أنت حقير، ابعد عن فكرتي. تعالي هنا. لو ما بعدتش عني أنا هصرخ وهلم عليك الدنيا كلها. صرخ صرخ يا حبيبتي، إحنا هنا في حتة مقطوعة، محدش هيسمعني تحس. ليه كده؟ ليه كده؟ ما بنروح بالهداوة. ابعد عني احسن. ابعد عني. الكذاب. بس يا انجي بقى ارجوكي ما تعمليش في نفسك كده. وبعدين الحمد لله يا حبيبتي ان هو ما وصلش للي هو عايزه. انا كنت مصدقاه يا ماس، كنت فاكرة انه بيحبني. انا حذرتك منه كتير قوي وانتي ما سمعتيش الكلام. وبعدين ايه يا انجي، انتي اتجننتي، انتي فعلا اتجننتي. انتي ازاي تروحي له لحد عنده؟ انا اسفة ارجوكي بقى، خلاص حقك عليا بقى. انا اسفة بس خلاص بقى حبيبتي. بس الحمد لله الحمد لله ان انتي فوقتي بقى. معلش بس ارجوكي بقى بطلي عياط عشان خاطري، بطلي عياط عشان ما حدش ياخد باله في البيت من اي حاجه. انا لازم اروح دلوقتي يا ميسه. لا لا، هتروحي ازاي حبيبتي؟ لا انا ما ينفعش اسيبك وانتي في الحاله دي، ارجوكي علشان خاطري اقعدي معايا. وهو احنا قاعدين لوحدينا معناش حد، اقعدي معايا علشان خاطري. معلش انا محتاجه دلوقتي اكون لوحدي. لا وانا مش هقدر اسيبك تقعدي لوحدك علشان خاطري. مش انتي بتحبيني؟ وحياتي وحياتي. حاضر
في ايه؟ انا قررت اني اسافر النجاح. شوفي يا نهله، احنا المعلومات اللي جات لنا بتقول ان ابن احمد بيشتغل في الاقصر، علشان كده انا بقترح اننا نسافر على الاقصر على طول، يعني مفيش داعي نتسرع وننزل النجاح. احتمال هناك في الاقصر نقدر نتعرف على كل حاجه. انا معاك يا رافض في اللي انت بتقوله. خلاص يبقى هسافر الاقصر. يا حبيبتي بس انا ما ينفعش اسيبك لوحدك في ظروف زي دي. وانت كمان ما ينفعش تسيب العياده وتيجي معايا. نهله عندها حق يا شريف، خليك انت في شغلك وانا هسافر معاها. وعموما يا سيدي انا كده ولا كده انا عندي شغل في الصعيد كنت هسافر له. طب خلاص كويس قوي قوي، انا ورأفت هنسافر مع بعض، وانا لو احتجت حاجه هتصل بيك. اللي تشوفيه. مش يلا بينا رافض؟ يلا يا حبيبتي، تصبحوا على خير بقى. وانتم يا اهلا. باي باي. باي باي يا حبيبتي. انا نازل يا عبد، انا هروح العياده. ما تاخرش. ماشي يا شباب، استنوا خدوني معاكم. ماشي. مساء النور. مساء الخير. مساء النور يا حبيبه نعمي. انجي، انت اليومين دول متغيره في ايه يا حبيبتي؟ لا مفيش، انا كويسه. كويسه ازاي بس؟ ده حتى الشغل بقالي كذا يوم ما بتروحيهوش. لا ابدا مفيش، انا بس كنت محتاجه اخد اجازه اليومين دول. بس كده؟ بس كده. انا اللي كنت عايزه اسالك نفس السؤال، يعني ملاحظه ان اليومين دول انتي عصبيه قوي ومتوتره على طول. ضغوط الشغل. بس كده؟ بس كده. على فكره انا مسافره مع خالك على الاقصر. مسافره؟ اه هو عنده شغل هناك، وبيني وبينك بقى انا كمان تعبانه محتاجه اغير جو، فقلت بالمره اسافر معاه. وبابي؟ بابي عنده عيادته. على العموم السفريه دي جت في وقتها، انا كمان محتاجه اسافر. ايوه يا حبيبتي بس ايه؟ مش عايزاني ابقى معاكي؟ ازاي بقى؟ انا عايزاكي تفضلي معايا على طول، بس شغلك. وبعدين ما تنسيش انت بقالك اكتر من يوم دلوقتي ما بتروحيش. معلش ممكن اتصل بيهم واخد اجازه. خلاص اللي تشوفيه، اهم حاجه بس اتاكدي ان في شغل عندك مش هزعله منك. ها يلا حبيبتي اطلعي جهزي شنطتك وانا كمان هجهز شنطتي. اوكي. تصبح على خير واحلام سعيده. طب خيرك؟